مهنة الصرافة مهنة قديمة جدا، نشأت في منطقة الحجاز تحديدا في مكة المكرمة في بداية عهد الدولة السعودية على يد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز رحمه الله. الصرافة هي مهنة قديمة مسماها صراف أو صيرفي، فالصرافة هي مهنة مهمة امتهنها البعض في تحديدا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لما دعت له الحاجة في تعديل أو تبديل النقود التي يأتي بها الحجاج والزوار إلى مكة المكرمة. عندما صدرت الموافقة من الملك عبد العزيز بالنقد الحجازي وتعريفه على مستوى الدولة، بدأ تقسيم العملة إلى أجزاء، منها الريال العربي واللي هو الريال السعودي، ومنها الأنصاص والأرباع، وبعدها فيها القرش والقرشين والنصف قرش. فدعت الحاجة إلى أنه تستخدم هذه الأشياء في عملية البيع والشراء أثناء زيارة الحجاج والمعتمرين إلى مكة المكرمة. فيأتي الحاج من خارج الدولة أو من خارج السعودية وهو يحمل نقود غير معروفة لديه، فدعت الحاجة إلى أنه هو لابد أنه يستبدل النقود بالنقود السعودية التي تستخدم في المنطقة اللي هو متواجد فيها في مكة المكرمة. أصدر الملك عبد العزيز رحمه الله في جريدة أم القرى في عام 1346 النظام النقد الحجازي، والذي ينص على تبديل العملة ومعادلة العملة السعودية بالجنيه الإنجليزي أو بالريال الفرنسي أو بالريال المجيدي. طبعا الصرافة استمرت كمهنة إلى وقتنا الحاضر. سعى البنك المركزي أو سعى مؤسسة النقد إلى هذا الأمر بإرشادات وقرارات بحيث أنها تكون بطريقة رسمية وبتكون بطريقة مقننة لكي تأمن عملية التزوير في العملات، وتأمن عملية أنها تكون هنالك عملات غير صحيحة أو أنها غير يعني غير متداولة. فسعت المؤسسة أو البنك المركزي إلى أن تكون هذه الأمور كلها تحت إشراف مباشر من البنك المركزي السعودي أو مؤسسة النقد سابقا. في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين دامه الله، سعت المؤسسة أو البنك المركزي إلى تطوير هذه الأمور بإنشاء البنوك تساهم هذه البنوك في عملية الصرافة أو تبديل النقود أو استخدامها بالطريقة المثلى، بحيث أنه يأتي الحاج أو المعتمر أو الزائر أو السائح إلى هذه البنوك ويتم استبدالها بالعملات السعودية الحديثة. ظهرت العملات الورقية في المملكة العربية السعودية بداية في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله عام 1372، ثم في عهد الملك سعود عام 1373، ثم ظهر الإصدار الأول الرسمي للملك سعود رحمه الله عام 1381 كأول إصدار رسمي للمملكة العربية السعودية، فأصدر بموجب المرسوم الملكي رقم 76 في عام 1381. ثم توالت الإصدارات، ومن ثم توالت الإصدارات في عهد الملك فيصل رحمه الله كإصدار ثاني، ثم توالت الإصدارات في عهد الملك خالد رحمه الله كإصدار ثالث للمملكة العربية السعودية، ثم في عهد الملك فهد رحمه الله كإصدار رابع للمملكة العربية السعودية، ثم في عهد الملك عبد الله رحمه الله كإصدار خامس، ثم في عهد خادم الحرمين الشريفين أدامه الله الملك سلمان كإصدار سادس للمملكة العربية السعودية. وكانت يعني نقلة نوعية، تم إلغاء الريال الورقي في عهد الملك سلمان أدامه الله، استبدل بالعملة المعدنية بالريال المعدني في هذا الإصدار اللي هو الإصدار السادس للملك سلمان. فهنا تعتبر نقلة نوعية ونقلة تاريخية بإلغاء العملة الورقية لفئة الريال.